بعد سنوات من الغياب عن الساحة السياسية، أعلن علي بن فليس عن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما عبر عنه بدعوى الواجب الوطني. إني أتقدم اليوم مدفوعاً بالواجب الوطني، بل وبهذا الواجب المقدس فحسب. أتقدم إلى الأمة بأسرها، ومن خلال هذا الحس النبيل هأنذا أقترح التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لنحقق معا مشروعا وبرنامجا طموحا وحيوي من أجل الجزائر. فبشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان نفس قررت الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2014. وفي ساعة ونصف من الزمن قدم المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة علي بن فليس خطوط برنامجه الانتخابي، والذي وصفه بالبرنامج البراغماتي الطموح والجامع. أن أكافح وبشكل مستمر وحازم الأسباب الحقيقية والعميقة لظاهرة الرشوة، وكذا عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة التي هي في كثير من الأحيان سبب ظاهر الرشوة في غالب الأحيان. قلت تهدف إلى نبذ تدخلات السياسي في سير العدالة، ويجب إعادة تفعيل أو تقوية آليات مراقبة الدولة بشكل واضح وشفاف. في ملف الرئاسية دائما، ناشد رؤساء وممثلو 6 أحزاب سياسية مجتمعة في تكتل توافقي يحمل اسم الاتحاد للتجمع الوطني في تجمع لهم السبت بجلمة قول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر رؤساء وممثلو الأحزاب الستة، وهي على التوالي الاتحاد للتجمع الوطني والخط الأصيل والجبهة الوطنية للأصالة والحريات والحركة الوطنية للعمال الجزائريين والجبهة الديمقراطية الحرة وكذا حزب التجديد والتنمية، في تجمع لهم بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي، أنهم سيباشرون حملة واسعة لتنوير الرأي العام بأهمية إعادة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة. تحدث مترشح رئاسيات 2014 علي بن نواري خلال استضافته في قهوة وجورنان على أهم ما تضمن القضية الموجهة للشعب الجزائري. السياسة الجديدة للنقد أنا شايفها تكون مركزة على ضريبة واحدة وهي 10%. الأموال اللي هي موجودة في السوق السوداء المبلغ انتحى يعني رهيب، أكثر من 2000 مليار دينار، وهذا يكون خطورة كبيرة للاقتصاد الجزائري. الأموال هذه اللي في الحرام تحلل عن طريق دخولها في السوق الرسمي، وتجميد نسبة مثلا 20% من هذه الأموال تكون موجهة لتشغيل الشباب، في صندوق موجهة في صندوق وطني اللي راح يصب في 48 صندوق جهوي للتنمية. وعبر علي بن نواري عن رأيه في القاعدة 49-51% المطبقة على المستثمرين الأجانب. شايفها دوغم، يعني كل ما يكون فيه قرار مثل هذا، يعني قرار يعني ما مش ماشي مع متماشي مع الوضع. يعني علاش 49-51 لكل القطاعات؟ هذا غير منطقي. ممكن في بعض القطاعات تكون هذه القاعدة مفيدة، مثلا في قطاع المحروقات او هكذا تقصد، او مثلا في ميدان وين عندنا مثلا شركات جزائرية اللي قادرة تدخل في شراكة مع الشركات الأجنبية، يعني قادرة بالأموال تاعها بالخبرة تاعها، لكن فيه ميادين اللي ما عندنا حتى خبرة ولا خبرة. إلى موضوع الإضرابات، دخل تجار غردايا في اليوم الثاني في إضراب تلبية لدعوة لجنة التنسيق والمتابعة في الولاية، كما منعت بعض العائلات أبنائها بالالتحاق بمقاعد الدراسة، وهذا مباشرة بعد المناوشات التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين، حيث عمد ناشطون محسوبون على إثارة الفتنة. أقول من جديد، وفيما يخص الإضراب عن الدراسة، كان مراسل النهار في غردايا عاصم بخاري قد وفانا في نشراتنا السابقة بالتالي. أهلاً
ان ممثلي حي الحاج مسعود الدخول في اضراب عن الدراسه عبر منع ابنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسه للتنديد بالاستفزازات التي تلحق بحي الحاج مسعود كلما اندلعت مناوشات والتنديد بتشويه صوره هذا الحي العريق. أما المصالح الأمنية فقد قامت بتوقيف 17 شخصا من محدثي أعمال الشغب في اليومين الأخيرين والمتسببين في الفتنة. تم توقيف 17 متورط في أحداث الشغب هذه اليومين الماضيين. مصالح الأمن فتحت تحقيق معمق خاصة بعد ظهور ما يسمى بمجموعة الماك التي يقودها المدعو كمال فخار. هذه المجموعة هي التي تسببت في هذه الفتنة. رفض شباب الولايات الداخلية والساحلية 25,000 منصب عمل تم توفيره خلال سنة 2013 في مجالات الفلاحة، البناء والتعمير، المقاولات والأشغال العمومية، وذلك بعد استدعائهم للعمل عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل لانم. وكشف مدير الوكالة الوطنية لتشغيل محمد الطاهر شعلال في تصريح خاص به يومية النهار على هامش الملتقى الوطني السنوي للإطارات المصالح المحلية للتشغيل أن شباب رفضوا 25,000 منصب عمل تم توفيره السنة الماضية، كاشفا أن الشباب اليوم يتوجهون أو يتجهون نحو المهن والحرف التي لا تتطلب جهدا. وفي عالم الشغل دائما اتسعت رقعة الإضراب في قطاع التربية إلى أسلاك أخرى، وأعلنت اللجنة الوطنية لمديرية ونظائر أو وقول وناظر الثانويات على التحاقها بالإضراب المعلن يوم 26 جانفي لأسبوع متجددا آليا، حيث أفادت اللجنة الوطنية لمديرية ونظائر الثانوية في بيان لها أنها قدت أو عقد تقول جمعيتها العامة في جو الغضب والاستياء والتذمر، واستنكرت في الوقت نفسه صمت وزارة التربية وعدم وفائها بوعودها التي تضمنتها المحاضر المشتركة مع نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إمباث. كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حافظ شكري بوزياني في تصريح لتلفزيون النهار أن الجزائر ستعمل على تنويع اتفاقياتها مع الخارج فيما يخص علاج الأمراض المزمنة، معلنا بأن فريقا من الوطنية للضمان الاجتماعي رفقة أخصائيين من وزارة الصحة سينتقلون إلى أوروبا قصد التحري والتفاوض مع دول أخرى ما عدا فرنسا وخصوصا مع بلجيكا وتركيا. ياسين بابصير رصد تصريح ذلك. أي أن هناك تعليمات وراح يتنقل فريق من الأطباء تاع الصندوق الوطني معهم اختصاصيين بدرجة أساتذة كي قصد التحري وإيجاد دول أخرى قصد إرسال في حالة تحويل للعلاج في الخارج إلى دول أخرى. اون برومي سا سرا لا بلجيك سي تري زيمينو، كذلك من بين الدول التي تلقينا منها عروض راح نتنقلوا باش نشوفوا الامور ان كانت امور تساعدنا ولا لا. كاين هناك اطلاع على سكون ابل لو بلاطو تكنيك، الكفاءه تاع الاطباء تاع المستشفيات منها تركيا منها بعض الدول الاخرى. وفي نفس السياق افاد ذات المتحدث بان مساله فواتير العلاج محل نزاع مع المستشفيات الفرنسيه قد تم تسويتها نهائيا، مضيفا بان صندوق الضمان الاجتماعي لا يمكنه تحمل مصاريف علاج جزائري تنقل للسياحة وأصيب بوعكة صحية، مذكرا بأن هذا يقع على عاتق تأمين السفر الواجب تقديمه عند كل طلب تأشيرة. ياسين بابوسي ثانية. بما فيها صندوق الوطني للعمال الأجراء لا يوجد أي مشكل مع المستشفيات الفرنسية، حيث تم تصفية كل المستحقات على أسس قانونية ديمون جوستيفيي. بينما فيما يخص تنقل المواطنين الجزائريين لأسباب عدة منها سياحة منها العمل منها يا دي زاسيرونس ايكونوميك كي دواف كونتريبيي على بريز اون شارج دي جون كي اون سوسكري اون بوليس اسيرونس اوبري دو لور سيرفيس، وبالتالي تكون تغطية شاملة للمواطنين للشعب الجزائري.
في شأن الصحية دائما، حيث أن الكثير من المختصين في القطاع أكدوا القفزة النوعية التي تعرفها الحالة الصحية في الجزائر، وكذا الإصلاح التنظيمي الذي يؤثر على المردودية بشكل إيجابي من خلال الخدمات النوعية التي تقدم إلى المريض من رعاية وإمكانات. كما أكد بعضهم أن مثل هذه الملتقيات سوف تخرج بتوصيات عمل تسمح بتطوير هذا القطاع. Pratiquement les chiffres qu'on a montrés ce matin vous montrent bien que l'évolution de l'état de santé de la population a évolué favorablement. En même temps, c'est vrai qu'il y a des tas de défis qui sont posés. Là aussi, ça a été bien dit. La réflexion d'aujourd'hui va vers une réforme qui va toucher le mode d'organisation de la prestation de soins pour arriver aujourd'hui à matérialiser tous ces efforts qui ont été faits en matière sur le plan financier, sur le plan de la ressource humaine, sur le plan des infrastructures, pour permettre aux citoyens de bénéficier de tous ces apports. القطاع الصحي في حالة استنفار كبيرة منذ ثلاث شهور، والمواطن العزيز على المستوى الوطني لاحظ باللي هناك يعني تحسن كبير في حالة الاستقبال فيما يخص الاستعجالات وفيما يخص النظافة خاصة في الاستعجالات وتوفير الأدوية والأمصال، وهذه السياسة اللي نهجتها وزارة الصحة. توصيات اللي راح نخرجوا لها اليوم هي خطة عمل للعشرين سنة المقبلة، خاصة في بعض المسائل الحساسة لتصحة المواطن بصفة عامة، منها مرض السرطان. هذا وأضاف الدكتور محمد منصوري أن الجزائر لا تعرف تحولا فقط، بل انتقال وتغيير ديموغرافي بارتفاع متوسط العمر المتوقع وبائي لانقلاب المعادلة الصحية. On parle de transition, moi je vous parlerai carrément de mutation. On a discuté tout à l'heure, il y a des mutations épidémiologiques et démographiques. La mutation démographique, c'est qu'aujourd'hui on a des citoyens qui vivent jusqu'à 85-86 ans. Il y a la mutation et non la transition. La transition est une phase intermédiaire. Donc c'est une mutation épidémiologique. Le cancer est une réalité en Algérie. Les maladies cardiovasculaires sont une réalité en Algérie. Aujourd'hui, des jeunes de 35-40 ans font des IDM, font des AVC, font de l'hypertension artérielle. أمنيا، تمكنت فجر اليوم المجموعة 19 لحرس الحدود بباب العسة غرب تلمسان من إحباط محاولة إدخال كمية من الكيف المغربي نحو تراب الوطن مرورا بواد كيس بمرسى بلمهيدي على الحدود مع السعيدية، حيث أفادت مصادر تلفزيون النهار أن الوزن الإجمالي للشحنة المحجوزة بلغ 3 قناطير و50 كيلوغرام كانت منقولة على متن أحمرة. غزت مؤخرا ظاهرة اعتماد تقنية كاميرات المراقبة داخل المحلات التجارية بغرض الحد من كل عمليات السرقة، يقابله رفض وتخفيض كبير من قبل الزبائن حول مثل هذه الوسائل في المراقبة. المزيد في تقرير ليليا داود وورد أقشيش. بغرض مواجهة كل أساليب السرقة، أصبحت ظاهرة تركيب كاميرات المراقبة داخل المحلات التجارية أسلوب أمني جديد يفضله الكثير من التجار. يحدث هذا في الوقت الذي يتحفظ فيه الزبون من هذه التقنية. أنا لي كاميرا سيرفيونس دايرينهم على جال السرقة، كي درناهم نقصت شوية السرقة بارابور اللي كانت. هنا احنا عندنا لي كاميرا لهنايا دايرين لهم باش نعسوا بهم، عندنا 12 كاميرا في الحانوت لهنايا، وحنا نديروهم كما يقول لك مليحة لينا مليحة للكليون، نعسوا بهم للكليون، الكليون كش ما يروح المعفسة نعاودوا نجيبوا بها. ورغم أن لكاميرات المراقبة ميزات عديدة، نجد بعض الزبائن متخوفين من وجود كاميرات داخل غرف التبديل. وعندنا ديك اليوم يسقسوا على الكاميرا، اسكو عندكم كاميرا في الكابين، سيرتو نسا. كاين دي جون ما يحبوش على جال لي كاميرا، ما يحبوش كاين نسا ما يحبوش يقيسوا، على جال لي كاميرا تقول لك بالك كاين في الكابين دي سياج دي كاميرا ولا، ما أنتو ليك احنا ما عندناش دي كاميرا في الكابين، كاين جوست في الحانوت برك، في الكابين ما كاش. وبين مؤيد ومعارض لاعتماد هذه التقنيات الحديثة في المراقبة، تبقى ثقافة استعمال كاميرا داخل المحلات التجارية حتمية للحد من عمليات السرقة. نظم المركز التجاري يقول أرديس بالجزائر العاصمة حملة ترويجية لسنة 2013، حيث قدمت هدايا كهرومنزلية عفوا تمثلت في أجهزة تلفزيون ولوحات سحابية لأربعين فائزا، كما تحصلت سيدة تبلغ من العمر 58 سنة على الجائزة الأولى، والتي تمثلت في سيارة من نوع شيري كيو كيو. نسيم الوافي وليليا داود عادة بالتالي. ما بين الفترة تاع 22 ديسمبر إلى غاية 18 جونفي، مركز تجاري أرديس نظم مسابقة طنبولة
مفتوحة لجميع المتسوقين تاع المركز التجاري أرديس. يعني المشاركة كانت سهلة، كان يلزم شراء 2000 دينار جزائري أو أكثر ويشاركوا. واليوم يوم 18 جانفي عملنا يعني القرعة من أجل الفوز من سيارة كيو كيو وأجهزة تلفزيون وعديد من ساعات اليد من نوع إيس واتش. اللي فازت بسيارة كيو كيو هي سيدة عمرها 58 سنة تسكن في برتوتة. في موضوع آخر، أصبحت اليوم الحدائق العمومية مصدر إزعاج للعديد من العائلات الجزائرية، حيث تحولت من ملاذ للراحة واللعب إلى ملاذ للأفعال المخلة للحياء والوجهة المفضلة للعديد من المنحرفين والمتشردين، وهو ما جعل العائلات تنفر منها. المزيد في تقرير لليدود. يلاحظ المتجول في الحدائق العمومية اليوم الحالة الكارثية التي آلت إليها بسبب نقص الثقافة البيئية وطغيان بعض السلوكات اللاحضارية التي قضت على الوجه الجمالي للكثير من الحدائق وحولته ملاذ للأفعال المخلة بالحياء. توجور كاين ريسك تكوني قاعدة، يجوك ليزاغريسيون، يجوك من دونك ما كاش حاجة ألاز واحد يقعد فيها. هنا في الجزائر كاين بزاف لي زيسباس فيغ بصح ماشي مستغلينهم، لازم يديروا لي زونفون وين يلعبوا وين كيما لي فاكونس ما عندهمش وين يروحوا. رغم هذا تتمسك بعض العائلات بالتنزه في المساحات الخضراء خاصة في أيام العطل بسبب نقص المرافق العمومية. ما كاش بزاف لي زيسباس في الجزائر، كاين غير بوشاوي وين كاين الناس بزاف يحبوا يجوا هكدا يلعبوا لي ترامبولين، يشوفوا لي شوفال، يا بوكو ليسباس فيغ لهنا. بوشاوي عندها ايامات دي زاني باسي كانت يا موان دو موند، واحد ليبوك يا في موان دو موند. دركا كوم لا بوبولاسيون زادت او نيفو دو سون دالجي، اي با دركا دي فوا سي كي نجيو اون فواتور سي ان كو. Je peux vous dire c'est le comblement. باش ندخلوا ديجا. C'est tout ce qu'il y a comme espace vert d'après ce que je constate. هذه الحدائق التي يمكن اعتبارها مكسبا حقيقيا للمواطنين ومتنفسا للكثير من العائلات، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية للعناية بها. ننتقل الآن إلى عالم الجمال والموضة بالطبعة التاسعة من مسابقة ملكة جمال منطقة القبائل التي تم تنظيمها بولاية زيوزو بمناسبة دخول السنة الأمازيغية يناير. هذه المبادرة التي فازت بها شابة داميا حامل كانت فرصة للإحياء التراث ونبذ الغبار على عادات وتقاليد منطقة القبائل، وقد استقطبت مشاركات من مجموع 6 ولايات من الوطن. الزميل حسن زيزي حضر هذه التظاهرة الثقافية وعاد لنا بالورقة التالية. بالجمال والموضة وروح المنافسة، افتتح سكان منطقة القبائل عامهم الجديد بتنظيم الطبعة التاسعة من مسابقة ملكة جمال منطقة القبائل، والتي عادت هذه السنة إلى الشابة داميا حامل عقب منافسة ساخنة أثارت أعصاب المشاركات وكل أعضاء لجنة التحكيم. فرحة مليحة من كنيتي بوين كجنيز مراغ جفي ربريزنتي لفام كابيل. C'est un concours très sérieux et franchement, les organisateurs, Monsieur Ethamed et Madame Fariel, c'est des gens très sérieux. On peut très bien travailler avec eux. المسابقة أرادها المنظمون أن تكون مناسبة لإحياء التراث ونفض الغبار على عادات وتقاليد منطقة القبائل. Bien sûr, le concours a gagné. Il montre la beauté de la femme kabyle, le patrimoine de la culture kabyle, parce que maintenant il n'est toujours pas le travail qui tient jamais à tous les hawaïens, c'est un dort, le fata, afkhar, le makna, le kabyle. وعلى مدار 9 سنوات بدأت المسابقة تأخذ أبعادا وطنية، وقد استقطبت هذا العام متسابقات من مجموع 6 ولايات من الوطن. ونكون يعني غير فرح كل سقاس. الكونكور اكيد تستدي دون دوطر ولايات، سكوساكي يافي بارتيسيباسيون دو 6 ولايات، وان شاء الله اهل ذم قراني لا فيتور ميس، نكوني اينين نسالم نكوني اينين نبدا نخدم، اثن تكمل لي تزدي ونقيم زديت. ومن المرتقب ان تنتقل ملكة جمال منطقة القبائل الى الخارج قريبا لتكون سفيرة للجمال القبائلي في العديد من البلدان الاجنبية. شيء جميل. أمام تغيير العادات والألبسة بالمجتمع الجزائري، احتفظت القشابية بوبرها الخالص
بمكانتها وسط مختلف الفئات الاجتماعية، فارضة نفسها كبديل لمختلف أنواع الألبسة الشتوية المعروضة في السوق المحلية، ولا يقتصر ارتداء القشبي على فئة أو منطقة معينة، حيث لامست شعبيتها سكان المناطق الحضرية بعدما كانت تقتصر على الأرياف. نسيم الوافي ورضيا بن هباش أعدتا التقرير التالي. تعد القشابية التقليدية قيمة فنية ومادية عالية بالجزائر، حيث تصنع من وبر الجمال المعروف بالعقيقة، نظرا لمتانته وفعاليته في الحفاظ على الحرارة داخل جسم الإنسان. كما تعد القشابية منبعا للجمالية والفعالية التي يتسلح بها السكان المحليون. الناس بدات تجبد التقاليد هذه، وقشاش برانص يلبسوهم الناس دوكا، مام لي جان دوكا هم ولاو يلبسوهم، كان باش يلبس فيستاي يلبس قشابيه دوكا في البرد والشتاء. تحك القشابيه بطريقه يدويه بحته، تعتمد على اله البشمار لغزل الوبر، فيما ياخذ الرجل على عاتقه الخياطه والتطريز لابراز القشابيه في شكلها النهائي. كقشابيه وبرنوس منا ما نسحقوا لا ماشينه لا اتولي لا والا، كلش باليد تتنسج الصوف، تتغسل مليح، ومن بعد يزلقوها كيما نقولوا يديروها خيوط وينسجوها وتخرج.